وفي حوارنا هذا المساء من الرياضة تتابعون: التغييرات على رأس الأجهزة الأمنية السعودية وتحديات الوضع الإقليمي. المساء من سكاي نيوز عربية مع حمد المحمود في الرياض. فتح ملف حوارنا هذا المساء من الرياض، والذي سنستضيف فيه هنا في الاستوديو العقيد أركان حرب متقاعد والخبير الأمني والاستراتيجي إبراهيم المرعي، وكذلك نائب رئيس تحرير صحيفة الجزيرة السيد فهد العجلان. أهلا بكم إلى حوار المساء من الرياض. شهدت قيادات وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية خلال الأسابيع الماضية تغييرات هيكلية واسعة، سواء على مستوى رئاسة الأركان أو قيادات القوات المختلفة. وقد تلا هذه الخطوات تغييرات، بل تغيير جديد هذا الأسبوع طال جهاز الاستخبارات العامة. ما الذي يقف وراء كل هذه التعديلات الأمنية؟ وإلى أي درجة يشكل الاحتقان الإقليمي وتهديدات الجماعات المتطرفة سبباً في إعادة النظر بمنظومة الأمن السعودية؟ وما هو المنتظر الآن من هذه القيادات الجديدة؟ هذا الملف سأتناوله مع ضيفينا هنا في الاستوديو العقيد أركان حرب متقاعد والخبير الأمني والاستراتيجي إبراهيم المرعي، وكذلك ضيفنا في الاستوديو نائب رئيس تحرير صحيفة الجزيرة السيد فهد العجلان. ويمكنكم أيضا المشاركة في الحوار من خلال طرح أسئلتكم واستفساراتكم على تويتر وفيسبوك. دعني أبدأ معك عقيد إبراهيم، كيف تقرأ هذه التغييرات أو هذه التعيينات في هذه الأوقات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اسمح لي في البدء أن أقول كل عام والأمة الإسلامية بخير. التعيينات التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين في المملكة العربية السعودية، سواء تعيين الأمير بندر بن سلطان كمبعوث خاص إضافة إلى عمله السابق كأمين عام لمجلس الأمن الوطني، أو تعيين الأمير خالد بن بندر كرئيس الاستخبارات العامة، وأيضا التغييرات التي حصلت في رئاسة الأركان، كل هذه مؤشرات على رغبة المملكة العربية السعودية في التأكد من أن القيادات الأمنية في المملكة تواكب التهديدات والأخطار الممكنة. عندما يعين قائد فذ وقائد من الطراز الرفيع مثل الأمير خالد بن بندر الذي يتكي على رؤية عسكرية ومفهوم استخباري، وعمل كما نعلم جميعا قائدا للقوات البرية ثم أمير المنطقة الرياض قبل تعيينه رئيس هيئة الاستخبارات العامة، هذا الرجل المحبوب في صفوف القوات المسلحة من قبل الجنود وضباط الصف والضباط، والذي عرف عنه مهارته الفذة في الاستفادة القصوى من أفضل الاستخراج أفضل ما لدى مرؤوسيه من جنود وضباط صف وضباط، ليس بالأوامر العسكرية وإنما من خلال احترامهم لشخصه وثقتهم في قيادته. وعندما يعين أو الأمير بندر بن سلطان الأمين العام لمجلس الأمن الوطني مبعوثا خاصا لخادم الحرمين الشريفين، فهو إضافة إلى عمله كأمين عام لمجلس الأمن الوطني، وهو المحنك والمخضرم الذي عاش 22 عاما كسفيرا للرياض في واشنطن، وعايش أكثر من 5 رؤساء و10 وزراء خارجية و11 مستشار أمن قومي. عندما تجد مثل هذه القامات على رأس الأجهزة الأمنية، فهذا مؤشر من خادم الحرمين ومن المملكة العربية السعودية بأن الأمن والاستقرار في المملكة العربية السعودية خط أحمر لا يمكن التهاون فيه مع أي جهة كانت. عندما يعين مثل هذه القامات على هذه الأجهزة، فهذا رسالة اطمئنان بأن القرار الأمني والسياسي داخل المملكة العربية السعودية يتم ويتخذ من قبل مفاصل محورية. نعم. هذه قراءتي للتعيينات الأخيرة. نعم. سيد فهد، من منظور سياسي كيف ترى هذه التعيينات وتأثيراتها على النظرة الخارجية سواء للسعودية أو حتى النظرة من الداخل للخارج؟ أنا أعتقد دائما هذه المناصب أو هذه الأماكن دائما تجد
عناية هامة جدا لدى القيادة في المملكة العربية السعودية، وتجد أن أيضا طبيعة من يختارون في هذه الأماكن دائما يكونون مواكبين للمراحل التي انتموا لها. أنا أعتقد أنه ما حدث من هذه التعيينات هو في الواقع أمر طبيعي أنظر إليه، بأن جميع المؤسسات العسكرية الراسخة والدول التي تملك القدرة والرؤية للمراجعة قدراتها ومراجعة إمكاناتها وأيضا تقديم إمكاناتها وفقا للمرحلة. كلنا نتذكر الاستعراض العسكري الكبير الذي كان سيف عبد الله بمناورات سيف عبد الله، وكانت في الواقع مناورات ضخمة كشفت وبوضوح حجم بناء تلك السنوات الماضية للمؤسسة العسكرية في المملكة، وأيضا حجم التنسيق بين مؤسسات عسكرية متنوعة، الأمن الداخلي والحرس الوطني ووزارة الدفاع. أعتقد اليوم أنه فعلا مثل أيضا هذه التعيينات ستكون أيضا مواكبة لما تعيشه المرحلة الآن، وستكون أيضا اتكاء على، كلنا يعرف خبرة الأمير بندر بن سلطان السياسية وأيضا فهمه لتشابكات ملفات المنطقة المعقدة، وكلنا يعرف أيضا خبرة الأمير خالد بن بندر العسكرية والإدارية العسكرية أيضا، وهي أعتقد جانب مهم جدا ستكون لها أثر كبير في هذه المرحلة على جهاز مهم مثل جهاز الاستخبارات. نعم عقيد إبراهيم، الآن دعنا نبدأ من الأعلى. دعنا نفسر مفهوم مجلس الأمن الوطني. حينما يكون هناك منصب لأمين مجلس الأمن الوطني، ثم يضاف إلى هذا المنصب أيضا، أقصد لذات الشخص اللي هو الأمير بندر بن سلطان، مستشار ومبعوث خاص للملك، ماذا نعني بمجلس الأمن الوطني وارتباطه بالقيادات الأمنية الداخلية التي تتعامل مباشرة بالشأن الداخلي والشأن الخارجي؟ نستطيع فهم أهمية مجلس الأمن الوطني وأهمية المسؤولية الملقاة على عاتق الأمير بندر بن سلطان كأمين عام من خلال مهمة مجلس الأمن الوطني. مهمة مجلس الأمن الوطني تتلخص في المحافظة على المصالح السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والاجتماعية للمملكة العربية السعودية في ضوء تصور استراتيجي شامل وتقويم للأوضاع الداخلية والخارجية التي لها تأثير وأهمية على أمن المملكة العربية السعودية ووحدة أراضيها وسلامة شعبها واستمرار مصالحها. هذه باختصار مهمة مجلس الأمن الوطني. مجلس الأمن الوطني مسؤول عن وضع سياسات الدفاع للمملكة، ومسؤول عن إعلان الحرب لا سمح الله، ومسؤول عن إقرار نوع الاستراتيجية العسكرية المطلوبة للتعامل مع أي تهديد عسكري. لذلك هناك عندما يعين مبعوثا خاص وأيضا أمينا عاما للمجلس في نفس التوقيت، فهناك تناغم ما بين هاتين الوظيفتين أو المنصبين المولى والمعطى للأمير بندر بن سلطان، للتنسيق ما بين الجيل الأول والذي يتمثل في خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمير سلمان والأمير المكرن، وأعضاء المجلس الأمن الوطني المتبقين والمتمثل في وزير الحرس الوطني الأمير متعب، وزير الداخلية الأمير محمد، رئيس هيئة الاستخبارات الأمير خالد، وأمين عام مجلس الأمير بندر من الجيل الثاني. فهناك تناغم، ويدل ذلك على أن المملكة العربية السعودية تسير بخطى ثابتة ومستقرة نحو مستقبل واعد بإذن الله، و إصرار من خادم الحرمين الشريفين على تلمس أي مكمن أو ضعف في أي وزارة أو هيئة لإحلال رئيس أو مسؤول يستطيع أن يتولى هذا الجهاز باقتدار ومسؤولية. للأمير بندر بن سلطان 4 مهام تقريبا في ضوء مجلس الأمن الوطني، تتمثل في إدارته للقرارات التي تصدر عن المجلس، وتتمثل أيضا في تقييم موقف استراتيجي للأخطار والتهديدات، وليس فقط ذلك، وإنما تقديم الخيارات الممكنة للمجلس الأمن الوطني برئاسة خادم الحرمين الشريفين للتعامل مع هذه الأخطار ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأمن الوطني. لذلك هذا المجلس في غاية الأهمية. من خلال هذا المجلس تستطيع جميع الوزارات أن تعمل في منظومة
واحدة سواء الوزارات الأمنية والعسكرية أو بقية وزارات وقطاعات الدولة. نعم سيد فهد، الآن الوضع في المنطقة سواء كان في العراق أو في الشام أو حتى في اليمن، أقصد بذلك الوضع الأمني المضطرب، كيف تأثيره على الأمن السعودي سواء كان الأمن الداخلي أو حتى الأمن الخارجي؟ ربما نسمع بين الحين والآخر انتشار للقوات العسكرية سواء كان للسعودية أو حتى غيرها من الدول المجاورة، يعني بذلك الأردن. في مثل هذه التعيينات ألا تعطي رسائل وتطمينات للداخل والخارج بقوة وصلابة الأمن الداخلي؟ طبعا تأكيدا لما ذكره سعادة العقيد أنه فعلا مجلس الأمن الوطني هو مظلة تنسيقية كبيرة جدا، وأيضا تكشف مدى أيضا تناغم أو قدرة تناغم الجهات المختلفة في تحقيق الأمن الشامل، وأؤكد على الأمن الشامل، لأنه فعلا الآن لما ننظر ما يحدث حولنا في المنطقة العربية بشكل عام نجد فعلا أن التهديدات موجودة والمنطقة بأسرها مهددة، ولكن أعتقد اليوم أن أهمية ورؤية المملكة الآن في معالجة هذه الملفات سواء من خلال خطابها الدبلوماسي أو حتى من خلال استعدادها لحماية أراضيها وقدرتها على حماية أراضيها، أعتقد أنها واضحة جدا، وهي اليوم حتى فيما يتعلق في معالجة الملف العراقي كانت واضحة جدا بأن وهو أهم قرار بأن المملكة تنظر إلى المنطقة باعتبار أنها منطقة وحدة واستقلال وسيادة دول، وحتى في ما قدم خادم الحرمين الشريفين في 500 مليون دولار والتي قدمت للعراق في هذا الوقت الحرج وفي هذا الوقت الذي كل وللأسف من هو موجود في هذه الدائرة يصب الزيت على النار، نجد أن خادم الحرمين الشريفين يخرج بخطاب إنساني يتجاوز قضية الدين والمذهب، لأن العراق بالمناسبة ليس فقط للسنة والشيعة، هناك مسيحيون وهناك المندائيون وهناك عدد من والمسيحيون، هناك مجموعة من الطوائف، فعلا اليوم وحدة واستقرار العراق هي نابعة أعتقد في الضمير السعودي من أن استقرار المنطقة وتحقيق السلام والأمن لكل أبناء المنطقة بكل شرائحهم هو تحقيق لأمن وسلامة المملكة، ولذلك لم تتردد السعودية في التعاطي مع الملف العراقي حتى في ظل أحلك الظروف من خلال خطاب الداعي إلى الوحدة الوطنية وإلى لحمة الشعب العراقي، دعوة خادم الحرمين الشريفين إلى أن تكون هناك وحدة وفاق وطني وأن يتمثل فيها كل العراقيين سنة وشيعة، وأن تكون النتائج الكارثية التي للأسف جرت حكومة المالك العراق إليها يجب أن تعالج من العراقيين أنفسهم، ويجب أن لا تكون أيضا منطقة لتدخلات خارج العراق لمصالح إقليمية أو دولية. أعتقد أنه أمن المملكة العربية السعودية واضح وبشكل قوي جدا من خلال تعاطيها مع الملفات المحيطة بها، وهو تحقيق أمن المنطقة والذي سينعكس بشكل أساسي على الأمن في المملكة العربية السعودية. نعم سيد إبراهيم، الآن خروج التنظيمات الجديدة والجماعات المتطرفة وتحديدا في العراق والشام، هل هي من أجبرت الحكومة والقيادة السعودية على هذه التغييرات وهذه التعيينات الجديدة لمواجهة هذه الأفكار الجديدة أو هذه التنظيمات الجديدة؟ أعتقد أن خادم الحرمين الشريفين منذ توليه مقاليد الحكم وهو يسعى إلى الأفضل في جميع قطاعات الدولة ليس فقط في الأجهزة الأمنية، فأحدث تغييرات في جميع القطاعات، في وزارة العمل، في وزارة الصحة، في وزارة التربية والتعليم، لذلك يسعى حفظه الله ورعاه إلى الجودة الشاملة في جميع قطاعات الدولة بما فيها الأجهزة الأمنية. التغييرات التي حدثت في الأجهزة الأمنية أو التعيينات هي استشعار وإدراك منه حفظه الله ورعاه بأهمية وخطورة المرحلة، ليس فقط من 4 سنوات تقريبا سواء في العراق أو في سوريا أو في اليمن أو الأحداث في العالم العربي وفي منطقة الشرق الأوسط. تعيين الأمير خالد على رأس الاستخبارات العامة جميع الاستخبارات
في 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 دول العالم لها مهام متشابهة وتختلف في آلية التنفيذ. على سبيل المثال الجمع المبكر للمعلومات أو الحصول على معلومات عن أهداف استراتيجية وعسكرية، كشف التنظيمات المناوئة، القيام بعمليات استخبارية مضادة، جميع هذه المهام متشابهة لدى جميع أجهزة الاستخبارات. ولكن من الضرورة بمكان أن يرأس هذه الأجهزة الأمنية قيادات ذات كفاءة عالية، وأعتقد أن اختيار خادم الحرمين الشريفين موفق للغاية، كما هي قراراته الأخرى في اختيار الأمير خالد رئيسا لهذا الجهاز الحساس، والذي مهمته رئيسية في بالتناغم مع أجهزة الأمنية الأخرى كالمباحث العامة وأجهزة الدولة الأخرى في الحفاظ على أمن واستقرار المملكة العربية السعودية. نعم سيد فهد، الآن هذه التغييرات الأمنية هل تعني، أقصد تغيير في التعيينات الأمنية، هل تعني بالضرورة تغيرا أيضا في الموقف، موقف المملكة تجاه العراق وسوريا؟ طبعا لا أعتقد أن التعيينات لها علاقة بتغيير الموقف، لأنه ربما هي سياسة واضحة جدا وسياسة يتعاهد عليها كل من جاء واستلم مهام ودفت هذه المناصب، وهي رؤية واضحة ومعلنة فيما يتعلق بالمواقف من ملفات المنطقة. فيما يتعلق بالجماعات الإسلامية وما يحدث الآن من التمدد لنفوذ الدولة الإسلامية وداعش كما تسمى، هي في الواقع كانت نتيجة طبيعية جدا لمن كان يدرك ويرى ما يحدث في العراق من إقصاء وتهميش وسياسة طائفية جعلت من هذه الجماعات أعتقد اليوم طوق نجاة أيضا للمالكي لتصوير الثوار الذين هم ثوار العشائر والذين يمثلون إرادة المجموع السني المهمش في العراق. للأسف اليوم أن العربة قفز عليها لتظهر داعش وكأنها تقود المشهد بشكل كامل، والحقيقة أنهم أقل وأضعف من أن يكونون هم من يدير كل شيء. حتى الوثيقة التي سربت للقاء كيري والمالكي كان فيها حديث مباشر بأن ما تقوله يا نوري المالكي عن أن هؤلاء المسلحين هم كلهم مسلحوا داعش غير صحيح، وأن هناك من العشائر وممن لا علاقة لهم بهذا التنظيم ولا علاقة لهم بأي ارتباط بمجموعته. اليوم حتى تمدد للأسف سياسة أيضا ما يحدث في سوريا هي من جعلت سوريا مكان للاحتقان ومكان للحشد. أعتقد اليوم المجتمع الدولي أدرك أن تراخي المجتمع الدولي والدول التي تملك على المساهمة لتقديم حلول خلق هذه البؤر الإرهابية التي للأسف وبالها على الأمن العالمي وعلى الأمن الإقليمي وعلى الأمن لكل الدول التي تحيط بها، لأنها دول، لأنها في الواقع مجموعات تريد إنشاء دول غير قابلة للحياة وهي خارج السياق الحضاري والإنساني، ولن تكون إلا للأسف محارق مؤلمة ستكون ذاكرتها في التاريخ الإنساني مؤلمة جدا. أنا ما أراها الآن أن هناك محارق يعد لها، وتضخيم مثل هذا الدور لهذه الجماعة وأيضا السكوت عن تمددها وترك الحبل على الغارب لمن صنعوا هذا الواقع في استمرار سياساتهم التي تذكي نار وجود مثل هذه الجماعات هو من سيعرض العالم إلى الخطر. ولذلك الحرب من خلال إيقاف هذه الجماعات لن تكون إلا بتسوية الواقع، الواقع سواء في العراق وهي التي دعا لها اليوم. حتى إذا أردنا أن نرصد الواقع بشكل جيد، حتى الإخوة الشيعة في العراق هناك منهم من انتفض على تعبيرات الجهاد الكفائي التي أصدرتها بعض المرجعيات، هناك من رفض سياسة المالكي، هناك من دخل في أيضا حرب معلنة وحرب بالسلاح معلنة على سياسة المالكي، مما يعني وهم في الواقع مكون شيعي عربي
يريد فعلا للعراق أن تكون بلد لكل العراقيين، وهو للأسف ما أخفق فيه نوري المالكي، وهو ما جر أيضا هذا الواقع. إذا بس أذنت لي أن أذكر أيضا أهم تطور اليوم، وهو دعوة بارزاني للبرلمان الكردي للاستفتاء حول استقلال كردستان، وتصريحه بشكل مباشر أن المادة 140 من الدستور العراقي أصبحت لا تعني الأكراد، وأن الاستفتاء سيكون في البرلمان الكردي. أعتقد اليوم مع أني أستمع خلال الأيام الماضية لنوري المالكي يتحدث عن وحدة العراق، للأسف أن هذه الوحدة التي الآن يتحدث منها أهم نتائج إخفاقات حكومته اليوم هو هذه اللغة التي يتحدث بها برزاني، والتي هي في الواقع ستكون أعتقد أول إسفين يدق في نعش العراق العربي الموحد، الذي أعتقد لمصلحة العالم ولمصلحة المنطقة أن يبقى لكل العراقيين، وأن لا يكون أيضا مسألة الاستثمار حدث أو موقف. سيد إبراهيم، الآن دعنا نأتي إلى الأمير بندر بن سلطان ومنصبه في مجلس الأمن الوطني. نعلم جيدا اضطراب العلاقة ما بين الرياض وواشنطن، ربما بفعل أو تباين ردة الفعل الأمريكية تجاه ما يحدث في سوريا في ذلك الوقت. كيف يمكن أن يلعب الأمير بندر بن سلطان دورا لربما تلطيف الأجواء في واشنطن وحل هذه الإشكاليات من خلال مجلس الأمن الوطني؟ الأمير بندر بن سلطان كما ذكرت سابقا هو دبلوماسي محنك ومخضرم، عاش 22 عاما كسفير، لديه صلات وثيقة بدوائر صنع القرار في لدى أعضاء الكونغرس الأمريكي، لديه صلات قوية بالعاملين كمستشارين للأمن القومي للرئيس الأمريكي باراك أوباما. الرئيس بندر بن سلطان معادلة صعبة، يستطيع أعتقد من خلال منصبه التواصل مع الإدارة الأمريكية ومع أعضاء الكونغرس لإيجاد حل بتوجيهات من خادم الحرمين للأزمة العراقية والسورية، مثل ما ذكر أخي الكريم سيكون هناك دور كبير في المرحلة المقبلة لأمين عام المجلس الأمن الوطني في المساعدة والمشورة على المهتمين بالشأن العراقي والسوري. وكما ذكرنا سابقا أنها أزمتين في أزمة واحدة، هي في حقيقة الأمر أزمة واحدة ولا يمكن فصلهما عن بعضهما البعض. ولذلك الأمير بندر بن سلطان سيكون له تأثير، وسيكون له تأثير إيجابي ليس فقط لدى الولايات المتحدة الأمريكية، بل أيضا لدى دوائر صنع القرار في أوروبا. أعتقد بإذن الله أن نرى في الأيام وفي الشهور القادمة حلول جذرية لهاتين المشكلتين اللتين أقلقتا أمن الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط. نعم سيد فهد، أيضا ربما نفس السؤال ولكن عن الأمير خالد بن بندر وهو من تسنم هرم الاستخبارات، كيف ترى هذه التعيينات، خصوصا أن الأمير بندر عاصر حروب سابقة إن صح التعبير، سواء كانت حرب الخليج أو حتى حرب الحوثيين حينما كان قائدا للجيش السعودي، كيف ترى تأثير هذا التعيين في هذا المنصب الحساس على العلاقات الخارجية السياسية؟ طبعا أنا أعتقد الأمير خالد بن بندر كشخصية عسكرية مرموقة، وأيضا كرجل عسكري يملك الخبرة والتجربة العسكرية الميدانية، وأيضا فيما يتعلق بالحرب الحقيقية، هو خاض غمار معارك وكان في ميدان وفي أتون ملفات ساخنة. أعتقد اليوم أنه من خلال ملف الاستخبارات، وهو الرجل الهادئ والرجل الرصين بشكل فعلا يجعل مثل هذا الموقع رجل يصغي بذكاء ورجل يتحدث بذكاء، وأعتقد اليوم أن مثل هذه الشخصية التي تملك هذه الخبرة العسكرية، وأيضا لا ننسى ما تحدث به الأخ الكريم بأن التناغم والمظلة
للتنسيق الأمني الشامل في المملكة العربية السعودية، ستجعل كل عضو في كل جهاز سيكون قيمته الإضافية فيما يتعلق في تحقيق الأمن الشامل مضاعفة. حينما نتحدث اليوم عن الأمير بندر بن سلطان والأمير خالد بن بندر، وتتحدث عن الأمير محمد بن نايف فيما يتعلق بالملف الداخلي، أعتقد اليوم كل هذه القيادات من خلال مظلة مجلس الأمن الوطني ومن خلال سرعة التنسيق في هذه المرحلة، أعتقد أنها ستعطي لكل مسؤول في الجهة التي يعمل فيها قدرة وقوة إضافية بشكل فعلا ينعكس على الأمن في المملكة العربية السعودية. لكن أعتقد دعني أذكر طرفة في التعيينات الأخيرة، كنت أشاهد أحد القنوات التي لا تحب المملكة، وكانت تشير إلى أن الأمير بندر بن سلطان جاء بابنه خالد بن بندر ليتعين رئيس الاستخبارات. للأسف كثير مما نقرأه اليوم، وهو أعتقد أنه مهم جدا أن نشير له، كثير مما نقرأه اليوم خصوصا في ظل هذه المرحلة وفي ظل أيضا سخونة الملفات، للأسف مصادره هشة جدا. هذا شيء واضح جدا، ربما ندركه ونضحك عليه، ولكن كثير مما يروج ومما يحاول أن يقدم باعتباره طبق معلوماتي لمن يبحثون، لأنه أعتقد اليوم الفضول فيما يتعلق بالخبر السياسي تجاوز الفضول في أي خبر آخر. ربما كان الخبر السياسي أولا في السابق كنا نتكئ على الأريكة ونستمع إليه باعتبار أنه مطلق، اليوم أعتقد أنه هناك فضول للبحث حول الخبر السياسي والخبر الأمني وأسرار ما يحدث، لأن الملفات تشابكت بشكل للأسف مقلق، وبشكل دفعت اليوم مع هذه الثورة المعلوماتية كل من لديه معلومة أن يقدمها، منها ما هو لمصلحة واتجاه معين، ومنها ما هو بسبب ضعف القدرة المهنية على التحقق من المعلومات. أعتقد اليوم أنه مثل هذه التعيينات بالنسبة للمملكة العربية السعودية هي في الواقع أيضا تأكيد بأننا في كل مرحلة كنا نقول بأننا نملك رجل قوي. الآن أعتقد أنه الحمد لله الحضن السعودي نكتشف بأنه ولاد، ولدينا الحمد لله الكثير من القيادات التي تستطيع أن تساهم بدورها. نائب رئيس تحرير صحيفة الجزيرة السيد فهد العجلان، شكرا لك، كنت ضيفا معنا في حلقة هذا اليوم. وأيضا الشكر يمتد إلى العقيد أركان حرب متقاعد والخبير الأمني والاستراتيجي السيد إبراهيم المرعيفة، شكرا لكما. نتوقف الآن مع الفاصل قبل العودة لاستعراض بعض آراء فعل المشاهدين حول موضوع حلقة اليوم، كما سنتابع أيضا رمضان تزايد مثير في فواتير الاستهلاك وارتفاع قياسي في نسب التبذير. أهلا بكم مجددا، نأخذ الآن بعض المشاركات التي وصلتنا من المشاهدين بشأن التغييرات الأمنية في السعودية في ظل التطورات في المنطقة. أحمد فكري على فيسبوك يقول: التغيير في أي مؤسسة أمنية مطلوب لمواكبة التطورات والمتغيرات، خاصة في ظل منطقة ملتهبة مثل الشرق الأوسط. عبد القادر الحاج من جهته يرى أن خروج التنظيمات المسلحة في دول الجوار يجبر السعودية على اتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة. أما هاني الفيصل فيتساءل: هل التغييرات الأمنية في السعودية تعني تغييرا في موقفها تجاه الأزمة في سوريا والعراق؟ ليلى سليم على تويتر تقول: مواجهة خطر التنظيمات المتشددة في المنطقة يكون عن طريق تجفيف منابعها المالية. أحمد إبراهيم من جهته يرى أن مواجهة التنظيمات المسلحة عن طريق خطاب ديني متجدد وتوفير حياة كريمة للمواطنين. أخيراً إسماعيل جمعة يتساءل: ما هو الدور الإيجابي الذي يمكن أن تلعبه السعودية في حل أزمتي العراق وسوريا وتجنب مخاطر كل منهما؟ وننتقل الآن إلى موضوعنا الثاني في هذه الحلقة، فقد أكدت تقارير حديثة أن المستهلكين السعوديين ينفقون خلال شهر رمضان حوالي 20 مليار ريال، أي نحو 3 أضعاف استهلاكهم في أشهر السنة الأخرى. ولكن اللافت في هذه الأرقام أن الفاقد يصل إلى 70% من هذه القيمة. هذه الظاهرة تتقاسمها معظم دول المنطقة
كما سنتابع ذلك في هذا التقرير. ما أن يحل شهر رمضان حتى تتهافت الأسر في منطقة الخليج على منافذ بيع السلع الغذائية، ساعين في أن تطال أيديهم القريبة والبعيدة من شتى أنواع السلع التموينية، وذلك في مشهد يوحي بإعلان حالة الطوارئ الاستهلاكية، عادات وأنماط استهلاكية خاطئة كان نتاجها الإسراف والتبذير، وأكثر من 60% من الأغذية إلى مكب النفايات ينتهي بها المصير. أنصح المستهلكين أن ما في داعي للتخزين الكبير للسلع، احنا نأكد طبعا السلع موجودة بكميات كبيرة ومتوفرة باستمرار. أنا أنصح المستهلكين أن يأخذون حاجتهم فقط. وتنفق الأسر الخليجية على السلع الغذائية خلال شهر رمضان ما يقدر بميزانية 90 يوما، وذلك في حالة استثنائية عن غيره من الأشهر، الأمر الذي ينجم عنه خلل في الإنفاق وزيادة في الاستهلاك وحالة من الاستنفار في الأسواق. لا يشترون أكثر من حاجاتهم، يعني العام أنا في عدة زيارات الميدانية وجدت أني مستهلك قام بشراء 25 ترولي، فسألته قال لي رمضان، قلت رمضان والله ما بيهرب والسلع ما بتهرب والمنفذ بيع جالس وكل شيء متوفر، ليش تشتري هذه؟ بيخرب عنك السلع، السلع بتخرب. ويرجع المسؤولون زيادة استهلاك السلع الغذائية في رمضان إلى الحملات التسويقية الضخمة والتي تتبعها الشركات الغذائية لترويج منتجاتها وزيادة مبيعاتها في هذا الشهر، ما يلقي بظلاله على المستهلك، الأمر الذي يفرض زيادة الوعي لدى المستهلك وترشيد السلوك الغذائي حتى لا يكون هو السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار، وذلك من خلال المبالغة في شراء السلع التي تزيد عن حاجته.